هذا بدنا هذا هيك ودنا كيف يا مرام؟ تجعك فك المؤقت تمام بحب البس الماسك عشان نطيب. انا بحبش البس الماسك بالمدرسة عشان فيه صحبات بتلاوك علي. في المرحلة الأولى احنا بنصور المريض بصورة ثلاثية الأبعاد عن طريق الجهاز ماسح ضوئي خاص مربوط بجهاز لابتوب عالي الدقة. الجهاز بينقل بصمة وجه المريض لجهاز الكمبيوتر. فرقت الحمد لله، رجعت حياتي طبيعية، يعني صرت أعمل كل شغل البيت على الأقل إني قايمة في بيتي وفي أولادي. تفضل.